اختطفت ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومه من الامارات في سقطرى مواطنين على راسهم رئيس الدائره دائره العلاقات في لجنه الاعتصام السلمي الشيخ سعد الفرجهي وقالت مصادر محليه ان ميليشيا الانتقال اختطفت المواطنين على خلفيه مطالباتهم لشركه ديكسن باور الاماراتيه بفتح نقطه مياه في قريتهم بناء على اتفاق مسبق معها وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية تنصلت من اتفاقها مع المواطنين الذين سمحوا لها بحفر آبار في أراضيهم الخاصة بهدف تغذية مدينة قلنسية بالمئة